السلام عليكم لحبابه الزينات كي دايرين نهار كبير هذا وايام زينه هذه مني كنجي عندكم ونجيب لكم فيديو ونشارك معكم الوصفه والله العظيم كيعجبني كي الحال مني تكتبوا لي الكومونتير حاولوا كتبوا لي كومونتير باش نعرفكم راه نتوما يعجبكم الفيديو ولا ما عجبكمش ولا الوصفه خايبه ولا ماشي خايبه ايوا هذه نصيحه وديري اختي واحد البصايمه الله يسهل عليك والله يوفقك والله يحل عليك البيبان المسدوده يا ربي امين شوفي هاد في هاد الايام الزينه راه ما في حاله اليوم بغيت نشارك معاك بهذا المسيمن كيما كتشوفي مسيمن خامر كيجي زوين يرق على حقو طريقو ايوا تعالي معايا الحبيبه ديالي غتوقفي معايا في الكوزينه كنت يمكن في المنطقه بقايا الحبيبه ديالي شوفي على الوصفات تكوني مساليه وعدك الخاطر ودخلي الكوزينه غتصيبي الوصفه واجده على حقها وطريقها خديت بول خديت كاس اللي كنشرب فيه العصير الكاس الكبير عبرت به جوج كيسان ديال الدقيق الابيض يعني جوج كيسان ديال الفرص وكاس ديال الفينو صافي كندير واحد شويه الملح يعني واحد نص معلقه ديال الملح كندير معلقه صغيره ديال السكر وكندير نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز هذا المسمن هذا كيجي كي خامر ما هو خامر ما, ما كتخليش حتى كيخمر منو فيه مني كتبدا يتورقي وكتقرسي وكتعجني وكتطيبي هو كيخمر ما تخليش يخمر باش ما يجيكش خايب بالعكس مني كما حدكتي كخدامه فيه وهو كيخمر ومني كطيبيه كيجي كي مورق وكيجي زوين جات الماء جمعت العجينه ديالتي كما كتشوفوا معايا صافي درتها في البوطاجي غادي ندلكو واحد شويه ضروري نديرو هاد الحركه هادي ما نقدوش نبقاو بلا بيها واخا تكون ما نقولش لك يبقى فيك الحال والله لا ضروري دلكي وعيطي من يدك معاك دلكي وعيطي من يدك معاك رياده منها رياده من هاد سخني من كل شيء اي واش غديري ولفتي ولفتي معايا العجينه ما مع عندي ما يتسالك راني عارفاك وتبارك الله عليكم والله يوفقكم كاملين لا الحويد كاع ولا اللي باغا تتعلم ولا اللي مسكينه الحاد كاع كاع تبارك الله عليك وصلى على النبي على ما احسن مني انا سيري الله يسهل عليكم البنات ادلكناها شويه رديناها للبول نغطيوها نخليوها حتى ترتاح عليها بلاستيكة من الفوق باش تاني دلك راسها العجينه تاع كدلك راسها تاع ملي كتكون باركه كتكونسونطرا ودلك راسها صافي واحد المده متخليهاش تاني مده طويله خليها تقريبا واحد عاد تحسي بها ارتاحت وصافي وطلقت لك ديك العجينه تقريبا واحد نص ساعه صافي كتحيديها من البول كنديرها فوق البوطاجي كنديوها نجيبوها ضروري باش كت تصيبيها دارت لك الخيط ودلك راسها والعجينه ديالتك كتعود على مزينه تاع عجينه تشهي تتسمنيها وتشهي تطيبيها شتوها راه كونتي شويه ما غادا اغ... تي غتغلبي عليها ماشي اللي غتغلب عليك ايوا جيبي زويته وقطعيها ديري الطريقه اللي كنقول لك قوجي وحطي عندك عندك عجينه عشويه ما عندكش بزاف عقوجي وحطي قد ديال ديالك ايوا صافي هالعجينه عندك واجده انا خرجت ليا 10 ديال جبت الزبيده اللي كنكون جبتها قبل كتعود بحال الكريمه الزويته كناخذ واحد شويه الفينو كنديروا عليه خماره ديال الحلوه ايو صافي وهارا سمن إي شتي داكشي سهل راه ما حدك دوري تديري هاد المسيمن شربي بيه اتاي ديري كوتي دي. كيجي على زويناتو الوليدات الصباح الفطور عرفتي راه شهوه منو ساهل ماهل والله الا ما كتير مني كديري كد هاد الشويه بحال هكا كتغلبي هاري الا درتي واحد الدلكه لك اي هي باني وعامر كي ديري كتشوفي وجهك الضيم صافي كتسمني بالزيت سمنيها ورقيها مزيان في, في البوطاجي في البلاصه اللي كتورقي فيها ورقيها مزيان كما كتشوفي معايا دهنيها بديك الزبيده اللي ولات بحال الكريمه كتكوني جبدتيها من الثلاجه وخليها باش ما تجيكش قاصحه بعد ما كدهنيها كتجيك بحال الكريمه او رشي بهذاك الفينو اللي درتي فيه خماره ورخ فيها في الثانيه كما كتشوفي ما تشي تزقريها بحال عك راه فيها فهذا باش كتجيك فروكة باش كتجيك محلولة المسمنة ديالك دي كتجيك محلولة مني كتكرزيها راه مكتجيكش محلولة حاولي عا فحالا كطويها ماشي تروليها طويها صافي غادي نعاود معاك وحدة أخرى تاني فحال هكا ضروري سمنيها بزويته دهنيها بزبيده رشيها بشويه الفينو اللي دايره مع مع الخميره ديال الحلوه صافي انا درتهم كتخليهم غير شويه يرتاحوا كتجمعيهم مع بعضياتهم فحال هاكا كيما كتشوفي غيجيوك ساهلين ويعود المليويات عندك اسهل ما يكون تكوني عباركه ديري لك شويه الكوتي الوليدات جاوا من المدرسه بغاو مسيمنات مع فرايميجا مع شويه الجبن عرفتي راه كيجي مع سيله كيجي شهوه منه دغيا صافي كان حتى كنكمل المسمن ديالي كامل بعد ما كنورقو كنخليه يرتاح ثاني واحد شويه عشوية شويه ما تخليش يرتاح صافي كنجيب تاني شويه الفينو مع الخميره كنرش من الفوق وكنقرص ضروري كترشيها من جو بجوج وكتقرصي والمقيله ديالك كتكون سخونه كترميها في المقله راني راميه هانتوما المقلي عندي تبارك الله منقولش نقولش كترفد خمسة لمسمنات ستة لمسمنات كندير جوج طيبات طيبة الأولى وطيبة الثانية وأنا سهلت لمسمن ديالي سهلت عليك ياك الله يسهل عليك دنيا وآخرة يا ربي آمين كما تتقم مسهلة عليا وتشوف الفيديوهات وتجربي الوصفات الله يسر أمرك يا ربي آمين صافي كنطيب المسمن ديالي موجد حدايا واحد شويه زويته مع زبيده كنرشو شويه نقلبو نرشو شويه ندورو نقلبو ندير اختي لاجاتك سخونه و في يدك ديري اختي بويله اي بويله وقلبي ببايلة باش تزربي دغيا باش ما تحركش يدك باش مره اخرى تاني لبغيتي بغيتي تدخلي الكوزينه تلقاي الحبيبه ديالي راسك تاني باغا ديري داك المسمن ولا حرقاتك مره كي غديري المره الاخرى ما غتصي ما ديري المسمن لا ديري اختي بايله قلبي انا يدي قرا ولاو من الحجر وليت لا قلبت صافي ما نحش بالعافيه واخا نحطها في العافيه يا <applause> ويلي يا ويلي ويلي خليني خليني صافي المسمن ديالي انا طيبته قلب دور رش قلب دور رش ها المسمن ديالي ها الرميه الاولى صافي غنحقد هاد الرميه كامله ونرمي الرم... ندير الرميه الاخرى انا ساليت المسمن ديالي يعطاني طبايسيل امتيول ومحيدق ام يعلم زويناته ايوه مالي دير يومين تاني ندير تاني نفس القياس مالي اختي ندير واحد الكونتيتي كتيرة يضروني الكتاف يضروني اليدين يضروني الرجلين ما نوقف الكعب تاع رجلي قادروني شوفي المسمنه كي جات ما نبقاش نتشكي عليك باش نعطيك طاقه ايجابيه شوفي المسمنه كي كيجاتك كي جاتك ما يرقاياك يا سيري بصحتي وراحتي تتي بغيتك تديري وبصحتك وراحتك يا الزينه ديالي ويا الحبيبه ديالي ويا الغزاله ديالتي يلا سيري ديريه وردي عليك الخبر عندك تنسيني عندك ما ديريه ديري وجربي واش جاك مورق ولا جاك ملوي ولا جاك عوج ولا جاك طافس عديري عديري عجربي عبالي جربي جربي هاد القياس اللي قلت لك ديري اختي اكثر من هاد القياس واحد واحله عليك تقول لك ناري هادي مالا دارت لك هاد الحالة ديري اختي هاد القياس اللي قلت والله تا غادي ينفعك ان شاء الله الرحمن الرحيم صافي المقلة ديالتي قلبي دويري روشي قلبي دويري تكملت اختي المسمن إي صافي وانا على على درت طرح تاع المسمن علم, علم زويناتو نفيد وش رشيه بعسيله ذهني بفرايميجه رشيه بزويته ذهني بجبينه و كولي يا الحبيبه ديالي يلا سير يا الزينه خليت لك الراحه وخليت لك الايام الزينه يلا تبارك الله عليك وصلا نبيع لك وما تنسيش لي اختي البصمه ماشي امرا فضلا من فضلا فضلا هادشي اللي كنقول لك فضلا الحبيبه ديالي فضلا يالا سلام عليك اختي تا فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم ونجيب لك شي وصيفه تاني تكون سهله مهلة اللي تقد يا اختي ديريها يلا خليت لك اختي الراحه وخليت لك ليام زينة وخليت لك اش غنقول لك النهار الزين واليام الزوينة بسلامة الحبيبة ديالي